يعني هل الدستور نسبة التوافق بنعم بأي نسبة سيكون هناك مشروعية راسخة لهذا الدستور؟ شوفي حضرتك، القصة أبسط من كده بكتير. يعني هي حتى لو واحد فرق، مش لو 1%، حتى لو شخص واحد فرق، لأنه الاحتكام لابد أن له يبقى قاعدة. يعني أنت أحيانا كثيرة، مرة الملك فؤاد اختلف مع المندوب السامي البريطاني يختاروا مين رئيس وزراء، فقال له لو ملك يبقى إسماعيل صدقي، ولو كتابة يبقى محمد محمود. يعني رموا، فطلع طلع كتابه، فبقى محمد محمود. انت لازم تحتكمي، يعني بعد ما واحد يتناقش ملك ومندوب سامي، ده نص ساعه وده نص ساعه، وده الحجج وده ما اقتنعش وده ما اقتنعش، خلاص لازم تحسميها. والا يبقى نوصل للمنطق اللي هو الراجل اللي كان بيحكي عن التوافق بتاعه هو ومراته واهل مراته، فقال يعني اننا كنا عايزين ننهي، فقلنا ده احمر وده، وهم قالوا ازرق. قالوا له طيب وعملتها ازاي؟ يعني انه عملت لون مختلط بين اللونين، يعني مثلا موف مثلا ولا حاجه وكده. الناس متوقعين ان احنا عملنا كومبرومايز وقرينا الفاتحه وقعدنا. فقال بما له ان نتحدث عن ما يتوقعه، اكمل اكمل بس اكمل بس تفضل دكتور محمد. فقال له الكومبرومايز، قال له عملتوا ايه يعني؟ وصلتوا لاي لون؟ قال له احمر. يعني الكومبرومايز هو كلام الزوجه يعني في النهايه، فبرضه الكومبرومايز هو كلام المعارضه، يستحيل ان يبقى فيه كده. تجيبي له 66% يقول لك لا خليها، طب هات 67 عشان ده، تجيبي له 67 يقول لك طب عدي ال 70. طب يعني لابد ان يبقى فيه نهايه لهذا التحول الرقمي في الرقم الحاسم. انا اقدر في فكره محمد كتير واتمنى زيه، لكن انا بالعكس، مش انا عايز نصل الى مرحله فرنسا اللي هو الرئيس ب 51 49. نفسي، ما نفسيش انه في امريكا والنقط والحاجات، انا نفسي نصل ونظل في 51 49. حتى يظل ابو 51 ده خايف في 49، امال ازاي انا استعبد الرئيس؟ ازاي انا امشي الرئيس على العجين ما يتلخبطش؟ ازاي انا اخوف الرئيس؟ ازاي الرئيس يعرف ان في شارع بيجأر ليه؟ ازاي الرئيس يتذكر انه بشر؟ ليه هنديله 70 و80؟ لا بالعكس، مش في الاسطوره اليونانيه ان كان في واحد بيمشي ورا الامبراطور يقول له تذكر انك بشر؟ هذا عن عن الرئيس، ولكن عن الدستور نفس القصه. لازم الدستور يبقى بمفهوم الاساس بتاعه ان احنا معترضين. بالعكس، انا احب دايما ان الدستور يبقى قابل، ان الدستور لا يكون مقدسا. يعني مش عايز الدستور يبقى الكتاب المقدس. هو الدستور دي كلمه اصلا هو معناه الاساسي في الكلمه الفرنساوي والانجليزي واللغات اللاتينيه القانون الاساسي. طيب استاذ محمد، انت فيما يخص يعني هذه النسبه، انت كيف ترى حديث الدكتور محمد؟ انا موافق مع الدكتور محمد انه 50%